انا مره كنت بعمل دوبلاج لفيلم وفجاه لقيت مراتي بتقول للرئاسه اتكلمت ايام الرئيس انور السادات. اياميها كانوا قالوا في حريات وفي بتاع وكلموا ما فيش حاجه، فاحنا عملنا نفسنا مصدقين ان في حريات في المسرح، وكنا بنعمل مسرحيه اسمها قصه الحي الغربي. وقعدنا نقول اللي احنا عايزين ونشتم ونعمل وبتاع مش عارف ايه. وبعدين فجأة لقيت مراتي بتكلمني بتقول لي ده ناس كلموا من الرئاسة بيسألوا عليك وعايزينك. قلت اه في ربنا يستر، العملية مش هتبقى مظبوطة. فقلت لها قالوا حاجة؟ قالت لي لا. جيت البيت طبعا بسرعة لقيت تليفون قال لي انا فلان الفلاني من رئاسة الجمهورية احنا جايين لك دلوقتي. قلت دي حلاوة قوي. فقلت لمراتي حضري لي الشنطه وفيها الهدوم وفيها الحاجات وعشان بقى نجهز يعني، بس رئاسه الجمهوريه يعني يبقى جاهزين يعني احتياط يعني. وكل شويه ابص من الشباك اشوف في حد شكل إيه؟ العربيه اللي جايه ايه؟ شكل العربيه. فجاه لقيت عربيه سودة نزل منها اربعه حتى السواق لابس ابيض في ابيض. انا قلت دول بتوع سرايه المجانين جايين ياخدوني على مستشفى الامراض العقليه. خدوان حضرتك. وفجأة الباب ده الجرس ضرب، فقلت مراتي ما تروح تشوف يمين، قالت لي ما تروح تشوف انت يعني افتحي الباب، افتح الباب انت. انا بس ايه عايز اخد فرصة في ايه يعني نعرف في ايه. فتحت الباب فلقيت واحد قال لي استاذ عادل امام. قلت له ايوه. قال لي رئيس السادات. قلت له ربنا يخليهم ربنا يحميه ربنا يخليهن بحق جهنم الرئيس العظيم المؤمن. ماله؟ قال له بعت لك الكلب، كلب صغير كده والعربيه والاربعه والاربعه هديه. طلع الكلب. الكلب ده بقى ايه اصبح مشكله في البيت. ما طبعا احنا انا قلت رسمية. كنت قلت قصاده مر ان انا بحب يعني الكلاب. انا بحب الكلاب بس ما ربيتش كلاب. ف كان نوع ايه الكلب ده يا استاذ عادل؟ كلب فاكر كان كلب بلاك جاكيت الزاسي في البيت. في البيت وده بتاع جنينه هدية رئاسة. الحقيقه يعني ف الكلب يعني ابتدينا نحترم الكلب جدا طبعا هي من رئاسة. وبعدين سافرت انا ومراتي رحنا كان عندي شغل بنعمل مدرسه مشاغبين. سبت الكلب بتاع الرئاسه في البيت؟ ما انا هقول لك عملت ايه. وهنعمل فيلم هناك. فرحت لابي الله يرحمه. ابويا راجل موظف وبيصلي وبيخاف من الكلاب جدا. جدا. والساكنين في الجيزه قلت له يا بابا خلي الكلب ده عندك. لا قال لي يا ابني انا هو عنده فوبيا الكلاب كمان يعني وبيصلي. قلت له ده من عند رئيس السادات. قال لي ده راح. اهلا وسهلا وسهلا رئيس السادات منورنا. اهلا وسهلا. فخد الكلب حبسه في البلكونه. انا سافرت ورجعت قلت اروح اخد الكلب بقى. طبعا وكل هم الكلب يعني عهده من رئيس السادات من بيت رئاسه بيت الرئيس. فروحت لبابا اول ما جيت رحت رايح على بابا لقيت بابا ده وشه اصفر. قال لي خروك يا ابني خد الكلب. هو بقى بيدخل الكلب بقى كبر فجاه. الكلاب دي تكبر مره واحده بسرعه وهو يحط له الاكل خايف وهو بيتوضى وبيصلي وبتاع وخايف. فخدت الكلب قال له واحد صاحبي قال لي هات له بقى واحد من الجيش يعلمه ما تجيبوش واحد من البوليس يدربه وبتاع. فكان بيكلفني طبعا يعني بيكلف يعني. وكان اصحابي يخافوا يكلموا قصاده يقول لك ده مخابرات او مزروع في حاجه ولا بتاع في حاجه في مسائل وجاهز يبقى متدرب جاهز. وكانت مشكله العيله كلها الكلب يعني مشكله العيله. وكان بقى بابا الله يرحمه يقول لهم ده عادل الرئيس بحبته الكلب. ابويا فرحان قوي بالكلب بقيت مدعاه الفخر. مدعاه الفخر يعني لغايه بقى قلت ايه طيب مثلا اديه لواحد صاحبي ما صحش ما ينفعش الهديه لا تهدى فما بالك برئاسه الجمهوريه. لغايه ما روحت مره لقيت كان بقى كده وكنت بنزله مع يعني الواحد بيشتغل عندنا فالكلب عض احد ابناء الجيران
الجار ده طبيب وطبيب كبير يعني. فراح عمل محضر في النيابة وبيت النيابة بعتالي عشان الكلب. تصريفة جت قانوني شكلها. فروحت رايح النيابة. أول ما دخلت قالوا لي الكلب بتاع حضرتك، قلت لهم ده هديه من الرئيس أنور السادات. ده هديه من رئيس الجمهوريه، اتصرفوا بقى عشان ما حدش بقى يقعد يهد الدماغ يكتر في الكلام. عمل لي غرام 10 جنيه مش عارف ايه وبتاع. وفجاه روحت البيت قالوا لي، لقيت مراتي بتعيط بتقول لي ده كلب السرق. قلت الحمد لله.